السلام عليكم، مرحبا بكم بنات في فيديو جديد عندي في القناه. عندي ما نقول لك في الصناعه. الو، هذا الفيديو هذا تحت طلب واحد الاخوات اللي بغاو زيف حياتي بالتفصيل الممل، لان صيفطوا لي دي ميساج قالوا لي ما كتبدايش معنا الفولار من الاول. الو، علاش ما كنبداش معكم الفولار من الاول؟ حيتاش كنبدا بالحشو. الو، بالنسبه للاخوات اللي بغاو نبدا معاهم من الاول، الو، اش كندير؟ كندير كنت قلت لكم الفولار اللي فيه البورداج ما يحتاجش يدير نديرو فيه الحشو، ولكن انا هاد السواقه اللي بغيت ندير ديال التاج اللي غندير في هاد الفولار هذا ضروري ما يكون الحشو، باش كيسهل علينا الحساب وكتجي الخدمه بلوطو مساويه. الو، الحشو اللي كندير دائما كندير سلسله حشو بهذا الشكل، سلسله حشو. الو، السلسله راه كنظن كاع الاخوات كيعرفوا ليها. الو، على هذا الشكل. الو، الحشو واش كندير؟ كنخشي كروشي، كنجبد خيط، كنجبدو على هذا الشكل. الو، كنعاود ندير سلسله، كنخشي ثاني الكروشي، كنجبد الخيط، كنجبدو على هذا الشكل. الو، كنحاول نمشي بنفس العبار. الو، نفس العبار بحسب كنزيد سلسله. الو، كنخشي كروشي، كنجبدو على هذا الشكل. الو، غادي تسالي الفولار ديالي كامل بهذا الحشو هذا. عاد غادي نبدا معاكم الزواقه ديال التاج العادي جدا. غندخل فيه العقيق، لان عرفتوا هاد الفولارات هادو دابا مع ما كيكونش فيهم داك الزواق ديال السلان ضروري ما كنزيدو فيهم يا اما الصقلي يا اما العقيق. الو، العقيق اللي غادي نخدم به، الو، هنايا للتذكير الكروشي رقم جوج، الكروشي رقم جوج، اولا تخدموا بالكروشي. بالنسبه لي كيخدم الخيط على جوج كيدير الكروشي رقم جوج، بالنسبه لي كيخدم الخيط على واحد كيدير الكروشي رقم تسعود، مفهوم؟ الو، بالنسبه للعقيق غنخدم بهذا العقيق هذا على هذا الحجم. كيف ما كنقول لكم انا كنحاول دائما نخدم باللي عندي. الا لاحظتوا هنا العقيق راه كيبان لكم من غير هذا البيض كيبان لكم الغوز جوج تاع اللوان. الو، غادي نخدم بهم جوج، غندير عقيقه هكا وعقيقه هكا باش ما يكونش عندي الضياع بزاف. بالنسبه لهاد العقيقات البيضين غادي نستعملهم في الشويشات. الو، نكمل الحشو ديال الفولار كامل ونرجع لكم. بالنسبه للشوشه البنات، كناخذ الخيط انا عندي على جوج، كندوي على الصباع ديالي باربعه، غندير 20 دورة. الو، هذه الثانية، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش، اثناش، ثلاثاش، أربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، ثمنتاش، تسعتاش، عشرين. صافي، كنقطع هاد الشويشة هادي، غادي نخدمها على هاد الشكل هذا. كناخد الخيط كنجيبو بهاد الشكل، وغادي نحبك هنا الجهد اللي يكونو عندي ثلاثة ديال الطريسات. الو، غندير 16 حشو. جوج، ثلاثة، أربعة، الحشو على هاد الشكل. غادا ندير 16 حشو وغادا نرجع ليكم. صافي، كملت الحشو كيف ما قلت لكم. الو، اش كندير دابا؟ كنقلب الخدمة، كنجي فوق أول حشو وكنخدم واحد حشو. اش كندير؟ كنخلي فراغ أو حشو وكنمشي الفراغ الثاني، غنخدم أربعة تاع الأعمدة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. الو، كناخد عقيقة، الو، العقيق لما دخلش لينا في الكروشي نحاول ناخد الكروشي رقم منو. الو، غدا نضطر ناخد رقم منو. هاد العقيق هذا العين ديالو شوية صغيرة. الو، كنخشي الخيط على هذا الشكل وسط من دقيقه، نسد عليها وكنعاود نكمل في نفس البلاصه اربعه ديال الحشو، اربعه ديال الاعمده، وحدين اخرين باش كنكمل 8
ديال الأعمدة، جوج، ثلاثة، أربعة. ألوغ كنخلي فراغ، كنمشي للفراغ الموالي وكندير فيه حشو. ألوغ كتعطيني ضريسة على هاد الشكل. ألوغ أش غندير دابا؟ تاني نخلي فراغ ونمشي للفراغ الموالي، نخدم أربعة ديال أعمدة نفس الشيء. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. ناخذ ثاني حقيقة، نجبدها على هذا الشكل، نسد عليها ونكمل ثاني أربعة ديال الأعمدة في نفس المكان باش كنكمل المروحة ديالي ديال 8 ديال أعمدة. جوج، ألوغ غادي نزيد الثالثة ونرجع. ألوغ بعد لا ساليتهم على هذا الشكل، ألوغ كنشد الشويشة على هذا الشكل، هذا كنوجد الخيط كنشدو كنطويه لهاد الجهة على هاد الشكل، لويه حتى كيبان ليا ناتب ليا ولات زوينة مقادة، وكنحبس منعمرهاش بزاف وما نديرهاش خاوية بزاف. ألوغ هاد الشكل كافيني هاد القياس هذا صافي، وكنشدها كنعقدها هكا في اللور ديال الشوشة صافي، وكناخد المقيس كنحلها بعدا من هنا هو الاول لهاد الشكل صافي، وكنقطع هاد الزوائد هادو كنحيدهم. كيف ما لاحظتوا هنا راه نزلت واحد العقيقة. ألوغ هذا هو الشكيل ديال الشويشة اللي غادا نستعمل، حيت غادا نحتاجها دابا باش نخدم معاكم داكشي علاش وريتها لكم في الفيديو. وحتى بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي بغينا فولار بالتفصيل الممل ما فيناش، ما يبقى يقلب في الفيديوهات ديالك باش نلقاوهم. الوغ انا شرحت لكم، كنشرح نحاول نشرح لكم دابا بالتفصيل الممل باش يكون فيديو واحد كافي انكم تستافدوا منه. الوغ هنا انا وصلت لهنا، اش غادي ندير؟ كنخدم انا سديت كنخدم واحد الحشو، الوغ كنخلي فراغ كنمشي للفراغ الموالي نفس الشكل اللي خدمت به الشوشه. هنا غادا ندير خمسة الأعمدة، واحد، جوج، ثلاثة، أولا نكتفي غير بربعة الله يجعل البركة. واحد الملاحظة البنات، كيبان لكم الفولار هنايا كيتحاوز، ما تخافوش راه مع الوقت. هذا معايا حيت كنت كنخدم أنا كنت كنجرو، شوفوا الجهة الأخرى راه ما تحاوزش فيها ولكن كيعاود يرجع. ألوغ كنجبد الخيط، كناخد عقيقة كما قلت لكم العقيق عندي أنا راه مخلط، ومع ذلك غنخدم به لأنه قريب في اللون. ألوغ كنسد عليها وكنجي في نفس المكان وكندير ربعة ديال الأعمدة وحدين آخرين. ألوغ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. ألوغ كنخلي فراغ كنمشي للفراغ الموالي وكندير حشو. ألوغ كنتاني كنعاود نخلي فراغ ونمشي للفراغ الموالي. ألوغ فين خدمت هنا كنمشي للفراغ الموالي وكندير تاني نعاود نفس العملية. اللي بغاتها تجي هكا الفولار شوية مشارجي راه كتخدم على هاد الشكل، كتخلي فراغ وتخدم فراغ. اللي بغاتها تكون خفيفة أنا غدا نحاول نوريها لكم في سميتها المروحة الجاية، ولا كيف ما كنقولوا التاج فاش كندخلوا فيها العقيق على هذا الشكل كتسمى تاج، وكنسد عليها وكنعاود نرجع في نفس البلاصة كنخدم ربعة ديال الأعمدة. نعاود الأول عمود ثاني
العمود الثالث والعمود الرابع. كنخلي فراغ وكنمشي للفراغ موالي وكنخدم. الوغ الا جاتكم على هذا الشكل مشارجيه بزاف اش كديروا؟ كتخلي الفراغ الاول والفراغ الثاني كتمشي للفراغ الثالث هو فين كتخدمي واحد، ولكن ترخفي يدك. غنوريكم غتكون نفس النتيجه، جوج ثلاثه اربعه. وناخد دقيقه نركبها نسد عليها ونرجع لنفس المكان ونخدم ثاني اربعه ديال الاعمده، واحد جوج ثلاثه اربعه. غندير ثاني نخلي الفراغ الاول الفراغ الثاني ونمشي للفراغ الثالث فيه فين غندير حشو. الوغ لاحظوا راه كتجي نفس النتيجه. الوغ اللي جاتك ساهله بغيتي ديريه مشارجي، حيت فاش فاش كيكمل كيبان لك هادو كثار، هادو كيبانو شويه قلات تقريبا لو انتيغ كينقص. الوغ اللي بغيتي سواء تخدمي بهذه سواء تخدمي بهذه الطريقه مزيان. الوغ انا غادي نكمل بجوج تاع الحشو، نخلي الفراغ الاول الفراغ الثاني ونمشي للفراغ الثالث نخدم اعمده. الوغ غادي نكمل على هذا الشكل تنوصل للجهه اللي غادي نركب الشويشه، وهذا نعاود نشوف معها. كيف ما كتشوفوا البنات انا وصلت دابا للشنب اللي غادي نحط فيه الشوشه. دونك كنجيب الشوشه ديالي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. دونك اللي كيبغي يخدمها بليبره يخدمها بليبره، ولكن انا كنقص عليا كنبغي نقص عليا شويه ديال لافينيسيون، كنحاول نخدمها معايا هكا بالكروشي. دونك كنجيبها كنشد الخيط ديالها بلوطو الوغ غنديرها هكا على الوجه، كنشد الخيط ديالها مع هذا الخيط هذا، ها هي على الوجه ديالها، كنشدو وكنخدم واحد الغرزة على هذا الشكل، مفهوم؟ صافي. اش كندير؟ كنشد هذا الخيط هذا، كنعاود واحد الغريزة واحدة أخرى الخيط ديال الشوشة، واحد الغريزة واحدة أخرى كنصححها بلوطو على هذا الشكل. الحال سخون كتحس بيدك عرقانه كلشي كي الوغ صافي. كنرجع نعاود الخيط ديالي كنجي في نفس البلاصه كنعاود ندير واحد حشو كنشد هذا الخيط هذا كندفنو معايا. الوغ غادي نمشي للبلاصه المواليه غادي ندير فيها حشو وغادي نرجع ثاني غادي نبدا نخدم في الكوزات ديالي في المروحات ديالي. نخلي وحده وهنا حيت واسين غنخلي فقط وحده باش نتجمع ليا هاد الخويطات، وحده العمود الثاني جوج ثلاثه اربعه. والنفس الثاني دقيقه وغادا نكمل الخدمة ديالي بحال في البداية، وغنبقى غادا على هاد الشكل تا غنكمل الفولار كامل، وغنكونو ساليناه جوج ثلاثة أربعة. ونخليك كيف ما قلنا وحدة جوج. الوغ هنا عندي شويه واسعين البلاصه اللي بانوا ليا فيهم واسعين، نضرب عي جوج الوغ صافي. وغادا نكمل الخدمه ديالي، ها هي الشويشه كيف ما كتشوفوا راكبه، وها هي الخدمه. نتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم وان الشرح يكون وافي. الوغ هكا كيتبدا الفولار ديال حياتي. اي فولار فاش كيختلف؟ كيختلف فقط في هاد الزواقه هادي، كل وحده كتخدم الزواقه اللي كتقن، وكل وحده كتخدم الزواقه اللي كيطلب ليها الكليان الا كنتي كتصوبي للكليان مباشر. الوغ نتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم وانني نكون خفيفه الظل عليكم، وفرجه ممتعه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.